السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم زواق طرز الرباطي على الراندا، كيجي بحال هاد الطريقة. هو زواق ديال المقوصة، كيجي ساهل هاد الزواق. هذا مقوصة، وهادو مقيطات او كريستالات او عيون، وهنايا مقص فوق مقص او مثلثات، كل واحد اش كيقول لهم. كيقول لهم الطرز. دابا غادي نبداو على بركة الله. غادي ناخد الراندا، ناخد نص طوق ديالي، وغادي نشد واحد مخدة صغيرة، غادي نشد بها هنايا الراندا كالعادة. واللي بغى يزوق حتى بالمرمى غتجيه ساهلة. انا الطريقة هادي كتجيني ساهلة اكثر. وهنا غنبداو على بركة الله. غادي نزوق معكم بالصقلي. غادي ناخد صقلي الشارات على أربعة، ناخد هاد الصقلي هذا، هانتوما راه فيه الشارات على واحد، وانا غادي ناخدو على أربعة بحال هاد الطريقة. هيا انا هاد الصقلي هذا ما كان برموش، حيت هو كيتبرم الراس. وهاد الصقلي هانتوما غادي نوريكم كيفاش نشد الخيط على نشد هاد الصقلي على أربعة. هذا بعدا على أربعة، هانتوما الشارات ديالو رقاقين. هاد الصقلي من الماركة المزيانة، هانتوما يا هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة. كناخدو على هاد الطريقة وكندير ليها بحال هكدا، هانتوما هو كيتبرم باش كيجي لها بحال هاد الطريقة. كيجي ساهل حتى في الخدمة ديالو، كيجي ساهل. اما الا برمتيه مزيان وخدمتيه بيه راه كيجي مبروم مزيان، ما كيجيش زوين. انا هي الطريقه هي اللي فاش كنديرها ليه، اما كنخدم به الدويدات بحال هاد الطريقه، او كنطرز به باش ما كيتعقدش. وانا غنبداو على بركه الله. جبت الصقلي ديالي، هنا عندي الكوزه، خليت هاد الكوزه هادي باش نخدمها معكم. غادي نبدا في الراس، في العوينة الأولانية أو الغرزة الأولانية. هاد العوينة هادي نتوما كتلاحظوها، نتوما العوينة الأولى. وغنبدا هادي واحد، هنايا جوج ثلاثة، هنا عندي أربعة خمسة هنا. باش نعرف الكوزه ديالي واش غادي تقدني خمسة ولا ستة، غنبقى نحسب بحال هكذا. هنا دابا مثلا عندي واحد جوج ثلاثة، غنبدا معكم اللي نحسن. هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة هادي ستة مثلا، هادي ستة. غادي ناخد هاد المقص هذا غنديروه لأربعة، غنخلي هاد الصف هذا بيناتهم، ها هو. وغنحسب واحد جوج ثلاثة أربعة، ياك. دابا عندي من لهنايا، من هنا لهنا عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش، عندي حداش. أنا غنخلي البرا هنايا وغنحسب هنايا حداش، عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش، حداش. غادي يبقاو ليا ثلاثة ديال ثلاثة نقيطات هنا، هاد الخاويات هادو اللي بقاو ليا، غندير فيهم هادوك الحجيرات اللي كيتخيطوا، غنديرهم هنايا في هاد الوسط هذا، او غندير العقيق هنايا. هاد البلاصه دي ما تبقاش خاويه، غندير فيها العقيقات ولا دوك الحجيرات بحال هاد الشكل. دابا مين يبقاو عندي ثلاثة، راه عندي المسافه مزيانه، غادي نخليها. ولا درت هنايا هاد العوينه هادي، درت فيها خمسة، هادي راه فيها ستة. دابا حنا حسبنا على ستة وزدنا عليها أربعة، هي عشرة. وهاد الوحيدة هادي هي حداش، ياك. دابا إلا بغيت ندير فيها خمسة، هنا خمسة، ونخلي وحدة هي ستة، ونزيد عليها أربعة هي عشرة. غادي تبقى ليا المسافة كبيرة، كبر من هاد الثلاثة اللي قلت ليكم. غتبقى ليا شي أربعة ديال الغرزات.
هنا كل جوزه والحساب ديالها. انا الحساب هذا عطيته لك حيت الجوزات فيهم 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 حيت هذه الجوزه هذه فيها 30 عين. الا كانت 32 او 34 غتبقى لك هنا المسافه كبيره، غتبقى لك المسافه هنا فين غديري الحجره غتبقى لك كبير. الا كانت فيها مثلا دابا هذه فيها 30 وكانت فيها الراندا فيها 36 او 35 هنا راه غديري حتى 7، ديري حتى 7 د العيون باش تبقى لك المسافه مزيانه. بالنسبه اللي كانت عاوتاني الراندا صغيره، مثلا الراندا هنا هاد الجوزات هادو هنا قلنا 30 وهي كانت فيها ديك 25 24، هنايا غتبقى ديري هنا غديري الدورات ديري 4 ما ديريش هنايا 6. هانتوما دابا بحال هادي 3 6 غندير 6، هنا اللي غندير 4 غادي تجي صغيره غندير 4 هنا و 4 هنا او 4 هنا وهنا 3. هاد الزواق هذا راه كيجي ساهل وكيجي زوين، يعني هاد الزواق هذا راه كيجي في الراندا كيجي في القفطان كيجي في الجلابه كيجي حتى البنات الراندا صغيره كيجي كتجي هاد الزواق هذا كيجي زوين وفي نفس الوقت كيجي ساهل. هنايا قلت لنا غادي نديرو 6، هانتوما 1 2 3 4 5 غادي ندير 6 دورات. هاد الزواق هذا هنايا 6 دقات، وانا دابا غادي ندوز غادي نبدا معكم هنا غندوز معكم خطوه بخطوه حيت هاد الزواق ساهل خصوصا اللي بغى يتعلم ليه، بالنسبه للمبتدئين يتعلموا ليه راه ساهل، خاصه شويه التركيز، خاصه تاني الراندا تكون دقه حدا دقه، تكون الراندا زوينه تكون الراندا متقونه. هانتوما دابا غادي نبدا تاني بواحد، نبقى انا غادي نخدم هاد الكوزه تنخدمهم. نخدم العوينات هما الاولين وعاد غندوز للمقوصه. هاد الطريقه هادي سهله بالنسبه للمبتدئين، بالنسبه اللي عارف وحاسب الراندا من هنا غادي غندير هادي وغندوز نيشان غندير المقوصه، حيت في الاول راني حسبتها صافي غندير هادي غندير المقوصه نقص هنايا عاوتاني غندوز لهاد هادي هاد العوينه وغندير فيها المقص. وانا غادا انا كنشرح بالنسبه للمبتدئين يلا غيتعلموا الزواق ولا يتعلموا الطرز غتجيهم ساهله غيبداو عوينه بعوينه. اما بالنسبه ليا راه غادي نخدم ليها غادي نبدا من لهنا. ها نتوما بحال هكذا غادي نحسب 4 ملي الخيط قرب يسالي غادي هانتوما هادو 4. ملي كتكون الراندا متخونه راه غادي نبقى غادا مع الصف حتى للراس، نبقى غادا مع الصف حتى للراس، الراس ديال هاد ديال هاد العوينه هادي هي شوف دابا الخيط قرب يسالي. دابا غندوز معكم لهاد الجهه هادي، هانتوما 1 2 3 4 5 هي راه فيها 6، غادي نحسب من هنا غادي نحسب 1 2 3 4 5 6 هانتوما يا هنا غادي نبدا بواحد 2 3 4 غادا بستة
غندوز نيشان غنحسبها نتوما، غنخلي الصف واحد اللي غنخليه وغنبدا بربعة. هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة، هنايا دابا غندوز نخدم هاد المقوطة نتوما بحال هاد الشكل، كيجي ساهل. ما واحد جوج ثلاثة أربعة، دابا عاوتاني غنهبط من نوصل لهاد الراس هذا، غنهبط هنا بربعة نتوما بحال هاد الطريقة. مين دوز دابا لهنا لهنا راه غندخل غادي نغرس البرا باش تجي مع هاد من الداخل، غايجي غاتجي البرا، هاد البرا هادي غاتجي بحال هكدا، هانتوما غاتجي بحال هكدا، وغندوزها لهنايا من التحت باش تجيني الخدمة متقونة وتجي مفينيا. هانتوما هنا غادي نحسب بربعة بلا ما غنبدا من التحت، هانتوما عندي واحد جوج ثلاثة أربعة، باش تجي الخدمة متقونة وما يجيش الخيوطة من التحت. دابا غنكمل هاد ربعة هادو وهاد ربعة ونرجع نخدم معاكم هاد القوصة. انا دابا رجعت غادي نخدم مع هاد المقوصه، راه كيكون هاد المقوصه او كتكون السبوله بحال هكدا نفس الطريقه. هنا غادي نبدا غادي نشد الخيط هو الاولاني، ثم عندي أربعة، هانتوما يركوز هاد الدقه الاولانيه، دقه واحد جوج ثلاثة أربعة، غادي نشد الخيط هو الاول، نشد هاد السق لي هو الاولاني، هانتوما هنا غادي نخدم معكم على ربعة العيون، وإلا كانت الراندة كبر من هادي غادي نخدم بخمسة أو ستة، وإلا كانت الراندة صغر من هادي غادي نخدم الدقات فيهم ثلاثة. دابا غادي نخدم هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة، غنبقى غادا بربعة، هانتوما هادي أربعة، مغاديش نوصل بيها تا للراس، أنا غادي نخدم بربعة وغادي نخلي واحد الصف بيناتهم وعاد نخدم المقص التاني. هانتوما بحال هكدا باش نعرف واش راني وصلت لهاد التحت ولا مازال، غادي نحسب واحد، هانتوما غندخل البرا هنا وغنحسب واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة جاتني هنا، إذا بارك صافي هذا هو القياس. هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة جاتني هنا، وهادي غادي نهبطها واحد شوية، وغنرجع
دابا غنبقى غادا حتى لهاد القنت هذا حتى للراس ديال المقص، حتى هو غادي يمشي بربعه، تما واحد جوج ثلاثه اربعه. من وصلت لهنا بالنسبه ليا انا راه غادي نكمل دابا. من وصلت لهنا لهاد الراس هذا المنتصف ديال هاد المقص بحال هكدا هانتوماي، من وصلت لهنا راه غادي نهبط نبقى غادا غادا مع هاد الصف تنوصل نفس القياس اللي غادي يكون عندي هنا. بالنسبه لي اول مره غايدير الزواق غادي يبدا يتعلم الزواق. عندما بلا ما نخربكم غندوز من هنا غادي نكمل هاد الاولاني هذا. ها انتما غادي نهبط هنا نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة. غادي نكمل الأربعة تما واحد جوج ثلاثة أربعة. هاكا غادي نحسب هنا واحد جوج ثلاثة أربعة. أنا غادي نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة، بقى ليا وحدة باش نفس القياس اللي درت هنا غندير هنا. دابا من وصلت هنا هانتوما هي غادي نبدا هنا، وهاد النقطة هادي من درت واحد جوج ثلاثة أربعة تكون غادا مع ماد مباشر، كون نفس النقطة هنا نفس هاد السطر. هنايا من وصلت هاد النقطة هادي هانتوما نفس العبار ونفس القياس. دابا غادي نطلع نوصل حتى لهنا هادشي هادشي الزواقه بحال هكدا شي. دابا انا غادي نرجع عاوتاني لهاد الراس هذا ونتلقاو. انا ساليت الشكل ديالي جا بحال هكدا. يمكن لكم تخليوها بحال هكدا حتى بحال هكدا كتجي زوينه، ولا يمكن لكم تجيبوا هاد البويلات هادو بحال هكدا بحال هاد اللون هذا، اما في البيض واما في اللون ديال الراندا نلصقهم يجيو بحال هاد الشكل هذا. كنتمنى هاد الزواق يعجبكم. يلا بسلام عليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه.